شوف الوجبه الرئيسيه اخويا عندك الحريره والشباكيه، ما كانوش هاد الجوج ما غاديش نفطر. علاش؟ عرفتي علاش؟ حيت وانت صايم اصاحبي ومشي الحريره وكذا. شوف رمضان راه معروف بالحريره والشباكيه، ما كاينش هاد الجوج هادو، ما كاين لا فطور لا والو. وضروري اصاحبي راه كتسمع رمضان صافي في بالك طيح هذيك الشباكيه والحريره، ما يمكنش. هاد الجوج هادو راه خصهم هما باش تبدا. انت باش كتفطر انت؟ انا ما بقيتش كناكل الشباكيه والحريره، ولكن هاد الجوج هادو الا ما كليتيهمش بحال ما دوزتيش رمضان اخويا، نكذب عليك. هادشي اللي كاين كل عام اصاحبي، كل رمضان الناس كيبداو بالتمر وهادي وهادي، انا كندير الشباكيه في الحريره نخلط داكشي فهمتيني ونعيش الحياه. هاد الجوج هادو والله الا شي حاجه بزاف صراحه، هادشي كثير بزاف فهمتي. كاين بزاف ديال الاسر المغربيه ما نكذبش عليك كيديروا شي وجبات مختلفين فهمتيني، ولكن الشباكيه والحريره ضروري تكون في الطبله ديالهم، واخا هما كيبغيو شي حوايج ولكن الشباكيه والحريره ضروري تكون. الوجبه المفضله سيدي عندي هي الفريت، ما كانش الفريت في الفطور، ما عنديش الفطور انا. اكواك من بكري داكشي، من ايامات الوالدين كانوا تيديروا لنا داك البيريتيف هذا، تيديروا لك شي حاجه سبيسيال بوحدك زعما حيت سمتي. بقات الامور غادا هكاك الى يومنا هذا، باقا خايكون له الذوق ديالو عاوتاني وكله لو الشهيه ديالو اش تقول له. دابا تكون غادي هكا في الزنقه تبان لك اي حاجه ما عمرك كليتها وما كتبغيش كاع تاكلها، تبان لك اليوم باغي تاكلها كاينه. رمضان ضروري، رمضان هو العادات هو التقاليد هو الدين هو اي حاجه، اي حاجه زوينه عطانا الله هو هذا الشهير هذا اخي، بسيطه هذاك الشيء اللي عطى الله هكاك داير هكاك. إلا جات شي مناسبة شي وقيتة زوينة شي هذا ما كاين مشكل، وأنا نورمالمون خصك تلقى ما تاكل وما تشرب والوليدات ما ياكلوا وما يشربوا كل شيء زوين ديك الساعة. الوجبة ديالك ما كاين الفريت، ما كاينش الفريت، ما كاينش الفطار. خاي بالنسبة للوجبة الرئيسية عندي أنا اللي ما كنستغنى عليها سيني، حتى ماشي غير أنا حتى العائلة حتى هما لا فامي ديالي بلي اللي هي دي بواسون وسيرتو لي ساردين، لي ساردين الماكرول هادو كاع 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 مفيدين للذات، وطرز يمكن لي نستغنى على الحرير وما نستغناش على لي بواسون وسيرتو لي ساردين. لو ساردين موان شير بور تو الموند، لا كاليتي كاينه، سردين البلاد موجود عندنا البحر عندنا كلشي الحمد لله. السردين السردين يمكن لك تعمل به كتنوعوا، ماشي اليوم كليتيه، اليوم كتاكلو مقلي وغدا كتاكلو مشوي وبعدو كديرو بولفاف وبعدو كديرو طاجين بوليت وبعدو كديرو على بلانشا ومن بعد كديرو انت يمكن ديرو حتى برجر، ماشي مشكل تطحنو ديرو برجر وديرو مين في 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 البان ديال البرجر مع البوتيتو يخدم، وتقدر ديرو ان طاجين بوليت وان طاجين ديال السردين مع لي طوميط مع مطيشه والايك بلانت اللي هو الاوبرجين في الحمراء الطاجين طلع من الطراز العالي من برا وخفيف. هي كتقاليد اوكي كتبقى حريره فاموز لان تقريبا كتجمع بين العائله، كيكون بزاف ديال العائله جالسه كيبروفيتيو بهذيك الحريره لان سي تري فاسيل يعني ساهله باش دار وباش تصاب وباش تشبع. هادشي علاش الناس مشات معها بهاد التقاليد هادي وصافي. اما الحريره حتى هي فيها بزاف ديال الانواع. نقدر انا شخصيا راه معايا حتى صديقي هو يقول لك، انا شخصيا كناكل البصاره هادي واحد طروف ولا كطروفوا درنا البصاره ياك اخي، درنا بصاره كنفطروا بها، تندير تفطر البوله ديك ديال البلبوله حريره البلبوله مع مطيش مره مع مطيشه مره مع الحليب مع الزعتر ومع دي زيبيس، كتعطيك واحد لوكو اكسبسيونال احسن من الحريره اللي هي بالفول بالعدس والحمص ومطيشه كتقل عليك كتحرقك. اما هذيك اخي بالزعتر والزيت البلديه تجي هذيك ماضيه والبلبوله راه داك الشيء كاينه ديال الذره ميم انسوب ديال الذره. الو ما كاينش غير الحريره، يمكن لك تنوع ما تنزلش غير في الحريره، لي بلا ديالك ماشي غير الحريره خي. حريره شوربه تمهيرات هذه الوجبه البديه، ومن بعد لا كان شي طويجين خفيف ولا دي بات ولا دوري هكا ديك شي خفيف. حريره نقول لك بصراحه لان دي زابيتود الحريره تتقل وتتناس، يعني هي غير من العادات ديالنا وصافي، ولفناها من بواتنا من جدودنا وديك الشيء موتخم وليداتنا ما ولاوش يشربوها، تنحطوها باش نعمروا بها الطبله وحنايا يعني شويه كبارين تنديروها. تقدروا تستغناو عنها؟ بيان سور. صافي عييت. بيان سور.
بيان سيغ نستغناو عليها سميتو، ولكن تستغنى عليها اولا تنقول لك تتهيئ داك الجو ديال رمضان بالحريره ديالو بالقران ديالو بالتمهيرات ديالو. هذه هي ابدا ابدا. انا بصراحه انا شفتهم شي فوتوا بزاف العادات مالوغوزمون. علاش بحال بحال هادشي الحريره بحال كان اللي تيديرها، وبحال حتى ديك الجلسه داك الجمع ديال العائله ما عرفتش واش بارابور كوفيد ولا هادي، بحال جينيراسيون اللي طالع شويه رخات على التقاليد والعادات مالوغوزمون. يعني هذا هو الرول لي بارون. خويا عصير فواكه التمر الحليب، يعني هاد المواد الاساسيه اللي هما اساسيين واحد هما بالنسبه تيكونوا مفيدين للجسم اول حاجه، وهذا هو اللي كاين في رمضان، هو اللي كان كيستعملوه الناس كاملين تقريبا اللي كيتناولوه. وكان فطور بسيط بزاف، راه انت كتعرف انت راه بحالي بهاك انت راه دوزتي داك المولا، كان فطور يعني بسيط على قد الحال راك عارف، والحمد لله كانت فيه البركه الحمد لله. ودابا تقدمات الوقت ولا دابا الطواجن ولا البيتزا ولا بزاف د الحوايج. اخويا راه الوقت تبدلات، ماشي غير بنادم اللي بدل هادشي، راه الوقت تبدلات داكشي علاش. ونتمناو من الله باش بنادم يمشي على داكشي اللي كانوا عليه الوالدين ديالنا والجدو اجداد ديالنا، فهمتيني، يربيو ولادهم اول حاجه التربيه ديال الابناء ديالهم يكونوا باش يربيهم على التقاليد المغربيه ويمشيو على السير ديال والديهم واجداد ديالهم. هذا ما كان اخو حريره. علاش هو هي لقينا عليها والدينا وجدودنا كثريه في رمضان، وجبه مفضله هي الحريره، ديك هي اللي لقينا عليها الوالدين. كل لقينا شي حاجه اخرى ولفناها كل راه مشينا عليها حريره، بيض تمر شويه ديال الخبز، ما كاينش شي حاجه كثيره. الحريره اول حاجه اتاي خبز، خبز ضروري مغاربة كاملين، هذا الشيء اللي كاين. الاخرين كماليات كل مره تيتبدلوا على حسب كبرنا بهم اتاي من كنا صغار تنشربوا اتاي. الحريره راه تقاليد، والخبز راه الخبز ما يحتاجش نبرر في رمضان تقريبا. شي حاجه اخرى دك اعياد ورمضان دوما التقاليد اللي عندي انا صراحه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.